السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قراءة عصافير جنة الأطفال، نقدم لكم رسائل تربوية للأسرة. رسائل تربوية: التربية أصعب المهام الوالدية، تبدأ بحسن اختيار الشريك الذي سيحتضن هذا الطفل وينشئه. رسائل تربوية: من أوائل مهام الوالدين لرعاية ابنهما اتباع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. تعد الأم ابنها ليكون بصحة جسدية ونفسية جيدة منذ الحمل، بحسن تعودها لعاداتها من نوم مبكر وغذاء صحي ورياضة خفيفة وترويض النفس على السكينة والهدوء بالذكر والصلاة وبعد، وبعد عن التوتر والانفعال، فلذلك بالغ الأثر مستقبلا على وليدها. كما يتأثر الجنين بصحة والدته فيستقي من جسدها كل ما يحتاجه لبناء عظامه وأسنانه ودمه وعضلاته وسائر جسده، فهو يبني شخصيته ومزاجه وثباته وفقا لمزاجها ونفسيتها. الأم التي تعتاد قراءة ورد من القرآن يوميا وتواظب عليه وتحرص على المداومة على أذكار الصباح والمساء بصوت مسموع حسن منذ حملها تحصد بركة وهدوءا وسكينة في مولدها قل نظيرها. التكبير في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى حرز للمولود وسكن تهدأ به نفسه وتنشط به خلايا مخه وتحيا سائر أعضاءه. تحنيك الطفل بالتمر سنة نبوية ثبت بالعلم الحديث فوائدها الجمة على حنجرة الطفل وقوة نصه وحسن تنفسه ووقايته من هبوط السكر، كما ولها أثر على فصاحة النطق مستقبلا. خلق الله أحشائك على نحو فريد ليكبر جنينك بداخلها، وتكفل سبحانه بمولودك بغذاء سائغ ترضعيه من صدك، فينمو جسده بصحة وتقوى مناعته، ويبعد عن السمنة وأمراض العصر مستقبلا، ويزيد قربه منك وبره، كما تقق الهشاشة وأورام الثدي، كل ذلك وأكثر برضاعة الطبيعية، فلا ترتضي غيرها بديلا. من أول لحظة يولد طفلك تبدأ التربية بالاحتضان، فحضن الأم يمنح المولود السكينة والصحة ويعزز مناعته ويقوي ذاكرته ويهدئ طبعه ويحسن نومه ونموه، فأغدقي عليه بالأحضان. ميز الله الإنسان بالعقل والتمييز والكلام. العجيب أن الجنين يسمع ويعي ما يسمعه من الشهر الرابع في بطن أمه، ويعبر بأصوات عن جوعه وتعبه وشكواه، فتحدثي إليه وأخبريه أنك تعلمين بحاجته وستلبين طلبه. هذا يعلمه الكلام والاحترام والصبر، لا تصغريه وتحدثي إليه. لتسعة أشهر اعتاد طفلك أن يكون محمولا في بطنك، يسبح في ماءه ويهتز بلطف، ويسمع صوت أحشائك ونبضك، بكاؤه قد لا يكون سوى حنين لحضنك، ووشوشة أحشائك وأدهدة بين يديك، فلا تبخلي عليه بذلك، فما هي إلا أشهر قليلة ويبدأ بالحركة هاربا منك، ليكتشف العالم فحمليه بحب وهدهديه. طفلك يستقي منك مشاعره، فسعادتك تسعده، وحزنك يبكيه، وسكينة نفسك تطمئن قلبه الصغير. احرصي على أن تكوني بخير جسديا ونفسيا، وتغذي جيدا، وأرضعيه ليكون هو بخير حال. الإنسان مجبور على حب والديه والاقتداء بمن يحب. كن النموذج الذي تتمنى أن يكون عليه أبنائك. لا تصرخ ولا تغضب ولا تتحدث إلا بخير، واهدأ واصبر وكن حليما، وازرع كل ذلك في أبنائك بالتطبيق وبالاحتضان، وستجد الثمر عاجلا. إياك والكذب وإياك والعناد، فهذه صفتان يتلقاهما الطفل منك قبل الكلمات، فإن لاعبته فأصدقه وطاوعه ليتعلم منك الصدق والطاعة، ولا تصغره فيعي كل ما تفعل. غرس الفضائل في الطفل يبدأ منذ لحظة ولادته، ولعل أهم ما يغرس في الطفل حب الله والرسول بتواتر الذكر في كل أمر،
وتغرس مكارم الأخلاق من خلال ما كل تعاملات الحياة اليومية، حتى الهندام والطعام، تعليم للطفل وتهذيب للذوق والأخلاق.